السلام عليكم. صراحة بشرح جاب 7 ستاتيك. هذا الجاب من أهم الشابتر من الهندسة المدنية. يعني أنت كطالب هندسة مدنية هذا الشابتر لازم تكون أنت فاهمه، يعني طريقة أنه أي جدول الطرح جدول الضرب، بس أنه في السؤال تعرف شو تعمل فيه وتحله صح. ما حلته صح يعني حرام. لازم مهندس مدني هذا الشابتر يكون عندك كان رهيب. الشابتر بحكي لك عن الانترنال فورس. شنو الانترنال فورس؟ هسه احنا اخذنا بشابتر 5 دي لودات مثلا زي هيك، لود يور رياكشن اللي صح. قلت لك انت نتج عندك رد فعل، نتج عندك رد فعل. هسه هو هذول العلبين اللي ظاهر عندك ولا كلياتهم عباره عن ايش؟ اكسترنال فورس، قوة خارجية، يعني انا اثرت عليها من برا. اما طيب البيم هذا البيم بس عليه قوه خارجيه، راح اقول لك لا، هذا البيم عليه قوه داخليه. كيف يعني؟ طيب القوه الداخليه كيف انا بتبين عندي؟ يعني انا هسه هون بطلع ما في عندي قوه، القوه الداخليه كيف بدي احسبها؟ يعني انا هذا مطلوب مني اوجد القوه الداخليه، طب اوجدها، بقول لك انت اقطع. ليش اقطع؟ ما اخذت التراس، كنا عرفنا بالتراس لما كان عندي تراس زي هيك مطلوب مني ان اوجد قوه المنبر هذا مثلا، وبالمنبر هذا صح؟ راح تقول لي اه كيف كنا موجوده؟ اقول لك خذ ميثود جوينت ميثود او سكشن ميثود. جوينت ميثود شو كنت اقول لك؟ تفصل كل جوينت، يعني هذا الجوينت ترسمه زي هيك، ترسم عليه رياكشن مثلا، اقول لك في رسمه تفصيليه زي هيك، اقول لك انا في بفرض وتنشن بعدين زي هيك. هسه هذا الاشي، هذا الاشي طبعا ننساك انه في لود هون وفي لود هون وفي لود هون. بس هذا الاشي عبارة عن انا قطعت الجوينت، يعني انا فعليا قطعت الجوينت من هون، قطعته من هون، تمام؟ لما قطعته من هون صار هيك، فانا قطعت، فلما قطعت طلع عندي قوة واحدة بس، قوة واحدة لانه تراس، خصائص التراس. اما هسه هو فعليا في 3 قوة، بالتراس قوة واحدة، اما بالبيم في عندي 3 قوة احنا راح نتعلمهم، تمام؟ وكان عندي method of section، كنا نقطع وناخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. فهاي القوة هي قوة داخلية، يعني لترس من برا، لترس من برا ما عليه قوة غير هاي والرياكشن، أما من جوا في قوة داخلية كان قوة المنبر. هسه بالبيم لا، مش بس قوة المنبر، في عندي كمان شير للمنبر، في عندي بندنج مومنت للمنبر. هسه احنا راح نتعلمهم بالتفصيل. عشان هيك أنا عشان أوجد أي قوة داخلية لازم أقطع. أهم إشي سكشن، يوز ميثود أوف سكشن، بس مش سكشن ميثود بالتراس، لا لا، شيء كثير سهل وبسيط. طيب هسه بقول لي كيف انت الانترنال لودنج بنتج بالستراكشر ممبر. طيب انا لو عندي بيم زي هيك، لو عندي بيم زي هيك عادي فيكس سبورت وعليه بيم زي هيك وعليه قوه بي 1 وقوه بي 2 عادي، قوه مايله في كابل مومنت، اي شيء بدك اياه، لود مستطيل، لود مثلث، اي شيء بدك اياه. بيم قال لك وجد لي الانترنال فورس عند النقطه بي، هاي النقطه بي، قال لي وجد لي الانترنال فورس عندها. شو بتعمل؟ بقول لك بكل بساطه بتقطع عندها، قطعت عندها، بس لما تقطع تاخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. طيب انت بدك تقطع، واحنا تعلمنا بالتراس لما نقطع بدك تاخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار مشان اسهل حل الاسهل، وهون بالبيم نفس الشيء بتاخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. طيب انا بدي ارسم الجهتين، بس لما ارسم الجهتين بلاحظ انه عندي هذا، هذا ماله فيكس سبورت، فبده يكون عليه مومنت ورياكشن افقي ورياكشن عمودي. هسه لما اقطع بده ينتج عندي 3 قوى، بده ينتج عندي قوه اسمها نورمال، قوه اسمها مومنت، وقوه اسمها شير. طيب من هاي الجهه بالمقابل بده يكون عندها نفس المقدار بس بالمعاكس بالاتجاه. طيب ليش؟ مثل ما قلت لكم هسه بالتراس كان عندي تراس زي هيك بالهاي، وكان عندي الجوينت، فكنت انا اطلع سهم من هون طلع سهم من هون، بتلاحظ انه هذا اليسار وهذا اليمين، وهذا نفس الشيء، هذا اليمين وهذا اليسار، بحيث انه انا لو بدي ارجع اسكر الشكل هاي القوة ما تظهر، ما تظهر، لانه انا طلع عندي هون عند النقطة A، عند النقطة B هون، بلاحظ انه ما عندي ولا قوة، فبالتالي انا لما قطعت صار عندي قوة. طب لما بدي ارجع البيم، يعني بدي ارجع اطبقه على بعضه، لازم يتسكروا، لازم ما يطلع عندي قوة. طيب هذول القوة كيف انا بدي احدد اتجاههم؟ دائما اتجاههم هيك، دائما كذا، راح اقول لك في عندك اشارات معينة اسمها ساين كونفنشن. ساين كونفنشن يعني اشارات انت بدك تلتزم فيها. هذا البيم بعد القطع،
هذا البيم بعد القطع. لاحظ انه عندك جزء يمين وجزء يسار. دائما اي حفظ الاشارات هاي حفظ لازم تكون ببالك. دائما لما يكون عندك على الجهه اليسار في عندي النورمال، دائما النورمال بتفرض وطالع من الجسم، فهي نورمال وهي نورمال طالع من الجسم. هذول حفظ. هاي شو اسمها؟ نورمال. نورمال تمام تمام. بقول لك بعدين في عندك شيء اسمه شير. كيف الشير؟ الشير دائما بالجهه اليسار نازل زي هيك. هذول حفظ حفظ. هسه بما انه هي نازله فهي بدها تكون طالعه. هاي شو اسمها؟ شير. الشير بالرمز له بالرمز في. في عندك بندق مومنت. بندق مومنت دائما بتاخذ من تحت لفوق، من تحت لفوق. يعني كيف؟ يعني هيك من تحت لفوق. كيف هيك؟ كيف انا مشيت؟ مشيت هنا مع عقارب الساعه، ومن تحت لفوق هيك مشيت ايش؟ عكس عقارب الساعة. هذا ايش اسمه؟ بيندينج مومنت او مومنت. تمام. هذول الاشارات حفظ. يعني انا كان عندي بيم زي هيك عليه سبورت، عليه سبورت، عليه لود، عليه لود 5، وهاي المسافة 2 مثلا، وهاي المسافة 2. بقول لك هذا الرياكشن 2.5 مثلا، نرسم الرياكشن. هذا الرياكشن 2.5 وهذا الرياكشن 2.5. ف طيب راح تقول لي، بقول لك وجد لي اقطع لي هون، اقطع لي هون. فانا ايش داخل مثلا الجزء اليسار، واخذ الجزء اليسار زي هيك، ولاحظ عندي رياكشن اختاره 2.5. طبعا اخذت يسار النقطه هاي، اخذت يسار النقطه هاي، فهذا يسار. في شيء غير اللودات عليه؟ راح تقول لي لا. طيب شو احط هون؟ بقول لك حفظ، تحط نورمال، تحط شير لتحت، وبتحط مومنت. طبعا كيف نوجدهم؟ ما سبعلمك، بس انا سبعلمك الاشارات الثانيه. طب لو اخذت انا الجزء اليسار، لو اخذت الجزء اليسار، يعني طلب مني الجزء اليسار على نفس النقطه، لنفس النقطه برسم الجزء اللي ظل. فايش برسم انا؟ عندي رياكشن هون، وفي عندي لود 5 هون، وفي عندي هون ايش؟ الجزء اليمين باخذ هذول. يكون عندي نورمال، شير، مومنت. تمام تمام. طبعا المسافات كل شيء ثابت، كل شيء بيعطيني اياه، كل شيء هاي. هسه ايش تعلمت؟ تعلم كيف اوجدهم. اهم شيء الساين كونفنشن، اهم شيء الساين كونفنشن. هاي مكتوبين عندك هون. هاي لما قطعت انا هاي، هاي الاتجاهات هاي هون. بكل النورمال فورس مشان تكون موجبه بكون شكل المنبر هيك، يعني تنشن. هاي تنشن، تنشن يعني موجبه، يعني هاي هاي تعلمناها بالترس. هذا الشيء تعلمناه بالترس. فهذا المنبر من برا، يعني البيم، البيم من برا زي هيك، وعادي عليه لودات مثلا، لود زي هيك ولود زي هيك. تمام. فانا مثلا جيت قطعت هون، جيت قطعت هون، فراح اقول لك انه في عندي رياكشن زي هيك مثلا، فبطلع عندي هون نورمال فورس، او اقول لك بدي اخذ هون، بدي اخذ هون. تمام. فهون في عندي نورمال فورس، ومن الجهه اليسار هاي قطعت زي هيك، بقول لك عندي هون نورمال فورس، فطلعت معي هيك نورمال فورس. فبلاحظ انه ايش هذا الاشي؟ موجب. فهذا موجب. ام هسه هذا الاشي ايش؟ بشكل خارجي، بشكل خارجي يعني من برا، من برا. اما لو بدي اقطعه، يعني بدي اقطع مشان اوجد القيمه، مشان اوجد القيمه، فانا برسم يا يمين يا يسار، فبتكون عندي نورمال يا هيك يا هيك. تمام. يعني هذا الاشي، هذا البوزيتيف من برا هيك شكله، يعني هيك البيم من برا، اما من جوا تكون زي هيك. يعني انا مشان احدد اذا هذا موجب او سالب مثلا، بشوف انا البيم عندي، البيم عندي الرياكشن طالع منه ولا فايت فيه. اذا طالع منه، يعني هاي الرياكشن نعتبر انه هاي الرياكشن بن او الفيكست، وهي نفس الشيء. تمام. فاذا الرياكشن طالع بيكون موجب، اذا الرياكشن فايت بيكون سالب. سالب يعني كومبريشن، مش سالب انه سيجما اوف واي يساوي سالب، سيجما اوف اكس يساوي سالب. اما اذا بدي اقطع عشان اوجدها، يعني انا هذا قطعته زي هيك، هاي قطعته زي هيك، فبكون عندي النورمال زي هيك، النورمال زي هيك. واكبر دليل انه انا بدي اقطع مثلا اخذ الجزء اليسار، عندي هاي نورمال، فبالتالي من جوا تكون هاي نورمال لليمين. اتمنى تكون وصلت. بالنسبه للشير نفس الشيء، الشير من جوا انا لما اوجده بعمل هيك، فمن برا بده يكون متزن، بده يكون هاي الشير لها هيك وهاي الشير لها هيك. والمومنت بنفس الطريقه. فالبيم، البيم كيف المومنت عليه هيك؟ يعني انا لو رياكشن الفيكست، رياكشن الفيكست طلع معي من هاي الجهه هيك،
كان عندي فيكس ثاني مثلا طلعت تجاهه هيك، فبكون عبارة عن المومنت بوزيتيف، المومنت بوزيتيف. طيب هذا ايش؟ هيك تعلمنا كيف نوجد الاشاره، كيف الاتجاهات، كيف الاتجاهات. الاتجاهات خلاص الجزء اليسار، الجزء اليسار باخذ النورمال هيك، الشير هيك، المومنت هيك، او الجزء اليمين. وتعلمنا انه شو ما اقطع باخذ كل شيء عليه، باخذ يا يمين يا يسار زي التراس. فشو ظل علي هسه؟ ظل علي اني اوجد كيف اطلع قيمهم، كيف اطلع قيمهم؟ نتعلمهم بمثال بسيط. عندي مثال هون، نقول لي اوجد النورمال والشير والبندنج مومنت acting just to the left point B and just to the right point C of 6 كيلو نيوتن. طيب خلني نكون واضحين شوي وفهمين الاشي اللي بدنا نتعلمه. هسا انا قبل شوي شرحت لكم، قلت لكم لو كان عندي بيم زي هيك وعندي فورس زي هيك، حكيت لك اوجد لي الشير، وطبعا ساك فيه رياكشن كذا، اعتبره على مثال كامل بس انا بطرح لك بوضح. قلت لك اوجد لي الانترنال فورس هون، بلاحظ انه هون ما بقدر يعني هون خلص بقطع وبمشي، يا باخذ يا اليمين يا اليسار. هسا شو هون؟ انا طلبت منك النقطه هون. طب انا لو طلبت لك عند اللود نفسه، طلبت لك عند اللود نفسه ايش اعمل؟ طب انا بدي اقطع، بدي يكون عندي شكل زي هيك وعندي شكل زي هيك، راح تقول لي احط اللود هون ولا احطه هون؟ هذا اللود الستة، هذا اللود الستة، يعني هذا الشير، هذا الشير. طب انا بصيرش احطه هون واحطه هون، المفروض احطه بمكان واحد. طب وين احطه؟ عشان هيك لما يطلب مني internal force عند نقطة فيها لود او مومنت او اي مكان، بيقول لي احسب لي على يمينها او على يسارها. يعني هون قال لي اوجد النورمال والشير والبندنج مومنت just to the left point B، يعني امسك بي، يعني انه شو اسمه، انه النقطة بي يسار اللود، يسار اللود. هيو لما حسب عندي بي النقطة يسار اللود، فاللود ما بين، يعني النقطة يسار اللود، يعني هذا اللود النقطة يساره، يعني هون يساره بكم؟ بواحد ملي مليار، يعني طلع هالثلاث متر، واحد ملي، يعني يسار بواحد ملي، يعني ما بيأثر عبيم ولا بإشي. فإيش بعمل أنا؟ زي كأني قطعت قبل اللود، قطعت قبل اللود. لما قال لي هو اللود على يسار بي، أو النقطة على يسار البي، البي النقطة على يسار اللود، فأنا زي كأني مسكتها بدي أقطع عندها. طيب قطعت، بلاحظ أنه عندي زي هيك هاي النقطة بي، بلاحظ انه ما في عندي لود لانه النقطة على يسار البي. طيب في عندي رياكشن، بوجد الرياكشن. شايفين شابتر 5 قديش مهم؟ لازم اوجد الرياكشن. خذ المومنت عند الاي بطلع رياكشن دي، خذ سيجما اوف واي بطلع رياكشن الاي. ننساش انه في عندي لود 9 هون، مومنت 9، فانه راح يدخل معي بالحسابات. المهم لما اطلع رياكشن بيطلع معي اي واي 5 واي ودي واي كم؟ 1. تمام. فانا خليني ارسم البيم كامل، نرسم البيم كامل زي هيك. في عندي لود 6، في عندي لود 6، وفي عندي هون مومنت 9، وفي عندي هون رياكشن، خلص صار رياكشن، بمشتغل رسم السبورت مقداره 5، صار عندي هون رياكشن مقداره 1. تمام. طيب المسافات هاي 3 وهي 6، وحكالي في عندي نقطة بي، حكالي نقطة سي. تمام. طيب حكالي اوجد الانترنال فورس عند النقطة بي، حيث بي على اللفت اللود، لفت اللود يعني البي هون، يعني انا اقطع زي هيك. فانا بدي ارسم البين بعد القطع، فباخذ يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار. هسه راح ناخذ الجزء اليمين الجزء اليسار ونشوف يطلع معي نفس الجواب ولا لا. طيب قطعت عندها، امشي زي هيك ارسمه، راح تقول لي في عندي رياكشن، هاي الرياكشن، في عندي المسافه 3 متر. طيب شو في عندك كمان؟ راح تقول لي والله في عندي شير وعندي نورمال وعندي مومنت. فعندي شير، عندي نورمال، وعندي مومنت، وعندي مومنت، هاي المومنت وهاي النورمال وهاي الشير وهاي الخمسة مقدار رياكشن. طيب كيف بدي اوجدهم؟ بكل بساطة نطبق معادلات تشابتر 3، سيجما اف واي تساوي 0، سيجما اف تساوي 0، سيجما مومنت تساوي 0، سيجما اف اكس تساوي 0. في عندي هنا نورمال،
طيب في عندي شيء ثاني أفقي؟ لا، معناته النورمال يساوي زيرو، ما في نورمال فورس، النورمال فورس يساوي زيرو. سيجما اف واي يساوي زيرو. راح تقول لي في عندي شير سالب في لأنها تحت، وعندي خمسة لفوق يساوي زيرو، إذا ال في يساوي خمسة. بعدين راح تقول لي سيجما مومنت يساوي زيرو. سيجما مومنت وين؟ مكان ما قطعت عند البي، تمام، مش عند السبورت. سيجما مومنت عند القطع. فراح تقول لي عندي انا ايش؟ عندي ام. بس ليش مش عند ايه؟ لو اخذت عند ايه صح، بس لو انا مش موجود الشير ما راح اقدر اطلع المومنت، فكون عندي مجهول هو الشير والمومنت. ما لو اخذت عند القطع الشير بيطير، ففي عندي الرياكشن، عندي اول شيء المومنت، المومنت عكس عقارب الساعه، فبسميه مومنت، مومنت عند بي. بعدين عندي اللود 5 عكس مع عقارب الساعه، في سالب، سالب 5 في 3 يساوي 0. اذا الام بي يساوي كم؟ 15. تمام. حافظنا القيم هاي 0 5 15. طيب انا هسه احل السؤال بس اخذ الجزء اليسار، يعني امسك بي واخذ على يسارها واشوف بيطلع معي نفس الجواب ولا لا. طيب خلي القيم هون بس نغير الرسمه. الرسمه كيف صارت؟ انا لو اخذت يسار يمين البي، كل شيء على يمين البي، يعني هاي البي هاي البي، واخذت كل شيء على يمين. طيب في عندي 1 وفي عندي 9 مومنت، وفي عندي اللود 6 لا ننساه. ليش اللود ظهر؟ لانه هو على يمين البي، هو يمين البي والنقطه يسار اللود، فهي ايش؟ يعني هي هون، وانا قطعت هيك فهي ايش؟ هون موجود 6. في عندي ايش؟ في عندي شير، وفي عندي نورمال، وفي عندي مومنت. هتقول لي صح، وشوف عندك كمان مسافة 6 متر. طيب يلا سيجما اف اكس تساوي زيرو. في عندي ايش على اكس غير النورمال؟ لا، فراح تقول لي النورمال يساوي زيرو. طيب سيجما اف واي تساوي زيرو. في عندي شير لفوق، وعندي سالب 6 لتحت، وعندي 1 لفوق. هذا شو يساوي زيرو؟ فسالب 6 زائد 1 سالب 5، نقولها الطرف الثاني كم بيكون؟ 5. نفسه ولا مش نفسه؟ هتقول لي نفسه. طيب خذ المومنت عند القطع، راح تقول لي في عندي المومنت، المومنت مع عقارب الساعة، التسعة عكس عقارب الساعة، وعندي الواحد في 6 بيعمل لي عكس عقارب الساعة، زائد 1 في 6 يعني 6 يساوي 0. إذا المومنت 6 زائد 9 كم؟ 15 ولا 15؟ نفسه. فمن نستنتج شغلة، إذا أخذ الجزء يمين أو أخذ الجزء يسار بدك لازم يطلع نفس القيمة. بس أنت شو بتأخذ الجزء الأسهل؟ إذا لاحظت لما أخذت الجزء اليمين على بي كان عندي مومنت، وكان عندي 1، وعندي اللود 6، أما لما أخذت الجزء اليسار كان عندي بس رياكشن. فأنت كن سمارت، كن ذكي، تعرف شو تأخذ الجزء الأسهل. طيب هذا السؤال كان إيش؟ وجد عندي النقطة بي. طيب هسه سي حكى لي سي انها على يمين اللود الستة، على يمين اللود الستة، يعني نرجع نرسم يمين اللود الستة، هاي الستة وهاي النقطة سي يمين اللود، وعندي هاي 6 متر، وعندي هاي 3 متر، وعندي هذا الرياكشن 5، وعندي هذا الرياكشن 1، وعندي المومنت هذا 9. طيب لاحظ انه اذا بتاخذ القطع هاي نقطه سي، اخذ يسارها ولا يمينها؟ اياها اسهل، خذ اليمين، ما عندك هاش الا هذول، بتاخذ يمين السي، هاي شير وهاي النورمال وهاي المومنت. طيب شوف عندك هون، عندك الواحد، عندك التسعه، وعندك ايش هون؟ 6 متر. طيب بس هون عند سي مش نفس عند بي، يعني القيم مش شرط نفسها تكون، اما لنفس النقطة يمينها ويسارها لازم يكون نفسه، أما نقطتين مختلفين يعني سي وبي نقطتين مختلفات. سيجما اف اكس تساوي زيرو، النورمال تساوي زيرو، سيجما اف واي تساوي زيرو، راح قلت لي في زائد 1 تساوي زيرو، إذا في تساوي سالب 1. سيجما مومنت تساوي زيرو، المومنت راح يساوي معي 15. تمام؟ فلاحظ انه الشير بالنسبه للنقطه بي والنقطه سي ما تغير عندي غير الشير، اما المومنت والهاي نفسه. راح تقول لي ليش؟
بكل بساطة راح نتعلم هسه شيء احنا اسمه نورمال مومنت ديجرام وشير ديجرام. انه انا هنا النقطة بي ونقطة سي هم على نفس المكان بس في فرق ملي وملي، فانا لما اخذت عند بي اللود ما كان ظاهر، اما لما اخذت عند سي سي نزلني فصار عندي سالب، كانت 5 و6 كم؟ سالب 1، انه 5 كانت لفوق و6 لتحت فصارت سالب 1. هذا الشيء راح نتعلمه بعدين، بس الفكرة انه لو كان هذا اللود ما كان لود كان مومنت، فالشير راح يطلع نفسه ولكن المومنت اللي راح يتغير. تمام. هذا الاشي مثال بسيط مش راح يكون صعب. طيب لو كان انا عندي هسه بعطيكم مثال من عندي بعدين نجي لها. لو كان عندي انا لود مستطيل، طبعا احنا اللود المستطيل والمثلث شرحت لكم اياها بشابتر 4، ارجعوا على شابتر 4 بتلاقيه باسم الفيديو 4.9. عندي بيم زي هيك وعليه لود مستطيل مثلا زي هيك، بتشرح لكم ها من اولها مثال معقد، مش معقد يعني معقد انه يعني ها بده شطاره. طيب عندي بيم زي هيك وعندي هنا رياكشن وعندي هنا رياكشن، عندي هذا اللود 3 كيلو نيوتن على المتر، وعندي هاي مسافة 2 متر، وعندي هاي مسافة لك لا خد 6 مسافة 1 متر. قلت لك احسب لي internal force في النقطة هاي A هاي B، احسب لي عند النقطة C، احسب لي عند النقطة تمام، قلت لك احسب لي عند النقطة C، احسب لي عند النقطة B، تحسب لي تحسب لي internal force. أول خطوة شو هي؟ أوريد رياكشن. طيب أوريد رياكشن أقول لي أنت إيش؟ سيجما مومنت عند الـ A، أكتب كتابي أفضل تم تساوي زيرو. يلا قل لي هذا لود مركز بدي لود موزع بدي اركزه، راح تقول لي اضرب المساحه 3 في 2 اضرب 2 يبقى قديش بكون موقعها بالمنتصف، فبدي اضربها بواحد. طيب هاي بتعمل لي ايش؟ بتعمل لي مع عقارب الساعه سالب، زين عندي سالب 6 3 مومنت 6 3 زائد دي واي كم؟ 4 يساوي 0، كم دي واي يساوي 3 ضرب 2 ضرب 1 زائد 6 في 3 تقسيم 4 بتطلع عندي بي واي 6. بعدين سم اوف واي يساوي 0، راح اقول لك انه اي واي زائد 6 ناقص 6 ناقص 6 يساوي 0. إذا اي واي بتساوي كم؟ 6 زائد 6 ناقص 6 تكون عندي 6، اي واي تساوي 6. تمام. طبعا منطقيا عشان نتعلم احنا بشكل ممتاز، لاحظ انه مشان نكون احنا عارفين احنا يعني احنا طلعنا الرياكشن صح ولا لا. طيب في عندي هون 6 لتحت وعندي هنا 3 في 2 6 لتحت، وانا طلع مع واحد من الرياكشن معي 6، فبالتالي اللي ظل 6 يعني لازم يكون الرياكشن لازم يكون يعني مجموعهم صفر، فانا عندي 12 كيلو نيوتن لتحت، فانا الرياكشن لازم يكون 12 كيلو نيوتن لفوق بس موزعين، فطلع لي حصه الهض 6 ب 6، المثال اللي قبل كان 5 ب 1 ما بفرق. فهسه صار عندي ايش انا؟ صار عندي الرياكشن، هسه شو الخطوه الثانيه؟ بدي اقطع. طيب انا قلت لك وجد لي عند سي، فانت شو بتعمل لما توجد عند سي؟ بدي اقطع. طب راح تقول لي هسه سي ما حددت لك مكان لها، دقيقه سي بدي اقول لك ان النقطه سي خلينا نرسمها بلون ثاني هي على مسافه هاي سي على مسافه 1.5. بس دقيقه نطفي الدقيقه بس تكب شغله. هون حكيت لك سي على مسافة 1.5 ودي برضه ما حددت لك مسافة، دي
هي على مسافة واحد ونص من هون، واحد ونص من هون. طب نحط أرقام مش صحيحة وغلبة وكذا، بس مش مشكلة. أنا إيش بعمل لما تقطع عند سي؟ هسا راح تقول لي أنت بدك تحاول تتفصحى، راح تقول لي اللود 3 في 2 يساوي 6 بالمنتصف مسافة واحد، راح تقول لي يعني اللود هذا هيك. تعمل تقطع عند السي وتحكي لي والله في عندي رياكشن هون في هون لود النقطة سي مسافة واحد مسافة نص، قول لي زي هيك. وأنت والله شير مومنت نورمال ليش تحل؟ هذا إذا عملت زي هيك تأخذ صفر، بتأخذ صفر. ممنوع أبدا إنك تركز اللود بعدين تقطع، تقطع بعدين بتركز اللود. يعني أنا هذا اللي عملته إني أتفصحن، لا تتفصحن، كن بشكل بسيط وبشكل سمبل، فصحنة لا تتفصحن. أعمل لعاد وأقول لك أنت لا تركز لكنك عملت شيء. كيف بقطع؟ زي هيك قطعت قطعت الجزء اليسار، قول لي شو في عندي، أقول لك في عندك والله بيم رياكشن 6 مسافة واحد ونص على لود مستطيل، لود مستطيل فين اللي بقول لكم إياه. أنت لازم تحل، تروح تتفصحن قول لي هذا 6 تركز وبعدين تحل، تشوف انه الجواب بيطلع مختلف كليا ولا له دخل بالثاني. الشيء اللي قدام رح تتعلموه قلت الفانكشن زي هيك. طيب ايش ارتفاعه؟ ارتفاع المستطيل، لاحظ ان المستطيل لما تمشي مشيت متر مترين 3 متر 4 متر 5 متر مثلا ايش ضل؟ ضل ارتفاعه 3 يعني هو ثابت، حطه 3 يعني المستطيل يعني هاي 3 تمام. المستطيل لما تقطعه بضل زي ما هو ارتفاع 3 كيلو نيوتن عندك. طيب راح تقول لي شو هسه؟ اقول لك والله في عندك شير نورمال عندك مومنت. هسه بتبلش تحله بفصحنتك هاي الشير النورمال. اقول لك سم اكس تساوي زيرو، اذا الان تساوي زيرو. سم F y يساوي 0، قول لي والله في عندي سالب شير وعندي والله زائد 6 وفي عندي مو شو اسمه هذا سالب 3 ضرب 1 ونص يساوي 0. اذا الشير يساوي 6 ناقص 3 ضرب 1 ونص، الشير عندي 1 ونص. طيب شو اللي عملته انا؟ اللي عملته بكل بساطه انه انا ركزت اللود هذا، هذا ركزته مقداره مقداره شايفين مش 6 صار مقداره 3 في 1 ونص. 3 في 1 ونص كم؟ 4 ونص، هذا 4 ونص. طيب انا لما قطعت قبل شوي ركزت قبل ما اقطع كان اللود 6، انتم ملاحظين؟ والمسافه برضه هاي المسافه 75% وهاي المسافه 75%، يعني لما بدي اوجد المومنت برضه غير. فانتوا شايفين انه تركيز اللود اول شيء بتقطع بعدين بتركز اللود، اما تركز بعدين تقطع اللود غلط. طيب فانا اللي عملته انه 4 ونص و6 1 ونص، فهي 1 ونص تمام. 6 لفوق 4 ونص لتحت، يعني سالب في سالب 4 ونص زائد 6 يساوي 0، اذا في تساوي 1 ونص. بعدين كمل sum of مومنت، وين عند القطع؟ وين القطع؟ سي يساوي زيرو. راح تقول لي والله في مومنت، في مومنت عكس اقارب الساعه، فبتقول لي مومنت هذا المومنت ايش اللي بدي اياه. وفي عندي لود 4 ونص برضه نفس الشيء عكس اقارب الساعه، تقول لي 4 ونص ضرب 75%. راح تقول لي عندي سالب 6 ضرب 1 ونص يساوي زيرو. اذا الام سي يساوي كم تساوي المومنت؟ 6 ضرب 1 ونص ناقص 4 ونص في 75% بيطلع عند المومنت 5.625. هذا المومنت، هذا المومنت. لو اخذت الجزء اليسار نفس الفكره، بدكم اخذ الجزء اليسار احكوا لي، ما بدكم خلص احكوا لي، يعني بعمل لكم فيديو صغير بعدين. طيب هذا لما قطعت انا عند سي. طيب
بس لما بدي أخذ عند النقطة دي، النقطة دي اللي حكيتها هون أنا، النقطة دي هيها تمام. طيب شو بدي أعمل أنا؟ بدي أمسح هذا، طيب أقطع النقطة دي، بأخذ الجزء اليمين أو الجزء اليسار، مين أسهل لك؟ خذ اليمين، هاي اليمين. في على رياكشن بي هو 6، وفي على اللود 6، وعليه هسه هذا كامل 1.5. انتبه للمسافات، هسه اذا اللود 1 قديش يضل من 1.5؟ نص. في عليه شير، في عليه نورمال، في عليه مومنت. لاحظ انه خلص عاد سيجما فوق سيجما في اكس. بس لو تاخذ جزء اليسار، تاخذ جزء اليسار زي هيك، فلاحظ انه عندي شير، لاحظ عندي نورمال، لاحظ عندي مومنت. هسه في عندي لود مستطيل زي هيك، زي هيك. قديش ارتفاعه هذا؟ ارتفاعه 3 وعلى مسافة 2 متر، وعندي هون رياكشن 6. في عندي كمان مسافة كم؟ هاي الاثنين متر هون، دي مسافة سودا نص، تمام؟ ايش نص؟ انه مستطيل على 2، النقطة هي على بعد 1.5 من هون، فهي 2.5، 1.5 بيعطيني 4، وطول البيم كم؟ 4. انتبه انه الاطوال، الاطوال يطلع لي انه انا على بعض يعطوني طول البيم الاصلي. واحد يا باخذ جزء اليسار يا جزء اليمين، مين الاسهل؟ اليمين اسهل. اليسار بدي اركز هذا مسافة 1 من هون وواحد من هون، ما بدي اعمل مومنت، هذا بيعمل لي مسافة مومنت في 1.5، وهذا 6 في 2.5. اغلب الطلاب راح ينسوا النقط، فانت خذ الاسهل. تمام؟ كيف توجد المومنت والشعر النقطة؟ اذا كان عندي لود عادي ويمين ويسار والسوالف هاي، عندي انا لود مستطيل، احسن تعامل مع اللود المثلث. طيب لود مثلث خلينا نرسمه على حال، لود مثلث زي هيك، كل في عندي زي هيك، عندي زي هيك، وفي عندي لودات زي هيك نزل منه. طيب في عندي هنا ايش؟ 1200 فيكس سبورت، هون نقطة سي، مسافة 1.5، مسافة 1.5. أول خطوة هسه من يوجد الانترنال فورس للنقطة سي. تلاحظ هذا الفري بدي ديجرام إله تكون رياكشن، تكون رياكشن، تكون رياكشن ام اي اي واي مرة اي اكس، راح تقول لي صح. طيب انا هسه بكون ذكي، اخذ الجزء اليسار ولا اخذ الجزء اليمين؟ هسه في لسببين راح اقول له اخذ الجزء اليمين. اول سبب انا بدي اقطع سي، رايت سي، سي جزء يمين وهي سي جزء يسار. لاحظ انه عند سي لما بدي اقطع عندي هنا شير، شير دي مومنت، دي مومنت، دي نورمال، عندي نورمال، بدنا نحل نورمال هون. تمام؟ راح تقول لي اذا هون الجزء اليمين، لاحظ انه هون ما في رياكشن، ما في رياكشن. الجزء اليسار في بده يكون عندي رياكشن. طيب انا هو اسهل امسك البيم هذا وما اوجد الرياكشن واحل طبيعي، ولا اخذ الجزء اليسار واروح اوجد الرياكشن واضيع دقيقتين على الرياكشن؟ راح تقول لي لا خلص خذ الجزء اليمين. هذا اول سبب، يعني خذها قاعدة دائما خذ الجهة اللي ما فيها رياكشن. يعني كان عندي بيم زي هيك، سبورت سبورت، وعندي مثلا لود 10، وعادي هون لود كذا زي هيك، جاي تطلع كيف طلع، بقول لك وجد لي الشير والمومنت هون، الشير والمومنت هون. راح تقول لي روح اخذ الجزء اليسار ركز ولود وسوي زي هيك، وقال لك لا خذ الجزء اليمين كون اللود 10 وهي النقطة
هاي النقطة مثلا انقطعت هون، هاي النقطة سي مثلا، خلاص 10 10 في المسافة هاي، لو واحد المومنت 10 الشير 10 هذيك زيرو. يعني انتم ملاحظين انه دائما خذ الجهة اللي ما فيها رياكشن، خذوا الجهة اللي ما فيها رياكشن، هاي ان وجدت. يعني بعض السؤال وجدت انه ما في رياكشن على الجهة اليمين، والسؤال اللي ضربته هون قبل شوي بالجهة اليمين هون كان ما في رياكشن، اما الامثله الماضيه كان لازم اوجد رياكشن. فانا هسه اول سبب انه انا لما قطعت عند السي اخذت الجزء اليمين انه عشان الرياكشن. طيب شو ثاني سبب؟ اقول لك في سبب كثير مهم، سبب دي اغلب الطلاب بتخربط عليه، هاي 1200 ارتفاع هذا الاشي صح؟ هذا شرحت لكم اياه. طيب انا راح اقطع عند السي، انا راح اقطع عند السي زي هيك. طيب هسه ارتفاع هاي، ارتفاع هاي نفس ارتفاع هاي، راح تقول لي لا، معناته انا لما بدي احط المثلث، لما بدي احط المثلث زي هيك بدي احطه انا 1200، راح تقول لي لا، يعني بدي اطلع الارتفاع هذا، هذا الارتفاع كيف بدي اوجده؟ اقول لك هسه نتعلم كيف نوجده. طيب هون مثلث، طيب هون مثلث، طلع منطق انه هذا مثلث وهذا مثلث، راح تقول لي لا، اقول لك غلط، دير بالك شو بده يكون عندك هون. لاحظ انه انا لما قطعت عند السي صار في عندي هون ايش؟ زي شبه المنحرف، هي طلع، يعني انا هذا قطعت زي هيك صح؟ فكيف صار الشكل؟ صار عندي الشكل زي هيك، هذا الشكل، هيو هذا الشكل، هيو. فهي 1200 وهي مسافة مجهولة بسميها W، وهي المسافة كلها 1.5. أما لو أخذت الجزء اليمين طلع زي هيك، هتقولي في عليه بس مثلث ارتفاعه W وعليه بس نازلة زي هيك. فأي أسهل، أخذ الجزء اليمين والجزء اليسار؟ الجزء اليمين لأي سبب؟ لسببين، أول إشي ما في رياكشن، ثاني سبب إنه بيطلع لي مثلث. بس لو طلعش بالمنحرف بس راح نحل بالمنحرف، طلع لكم كيف نفس الجواب. بس نشوف كيف الأسهل، أنت دائما كن أنت مهندس، أنت لازم تكون ذكي. طيب شو عمل هون؟ هسه هاي كم مقدارها؟ راح تقول لي هاي W وهي المسافة 1.5 وهاي الأسهم نازلة تحت عادي رياكشن لودات. طب كيف بدي أوجد مقدار W؟ راح أقول لك تشابه مثلثات. كيف تشابه مثلثات؟ أنا دائما بعطيك إياها إشي سهل كثير. الارتفاع الأصلي اللي بدي إياه نسميها W يساوي القاعدة الأصلية، كم طول المثلث الأصلي؟ 3. كم طول المثلث الجديد اللي هو هاي؟ 1.5. 3 1 ونص 2، 1200 على 2 كم؟ 600. فهي W تساوي 600. فهذا المثلث هسه صار لو بدي أوجد سيجما اف واي، راح تقول لي الشير لفوق ناقص 600، شو مساحة المثلث؟ نص في 600 في القاعدة 1.5، نص القاعدة بالارتفاع يساوي زيرو، إذا الشير يساوي كذا. ولو بدي أوجد المومنت، بدي أوجد المومنت بكل بساطة بقول لك هذا تركيزه على مسافة ثلث من القاعدة، نص في 600 في 1.5 كم؟ 300 1.5، 450، وثلث من القاعدة هاي المسافة كم؟ 1.5 على 3 كم؟ نص، وهي المسافة كم؟ 1. فالمومنت 450 في نص بالسالب، سالب 225، ليش؟ انه بتعمل لي هيك والمومنت هيك فعكس بعض، يعني لازم هذا المومنت يطلع معي هيك، فكم بيطلع معي؟ سالب 225. طيب هسه شو عملنا؟ لو اخذت الجزء اليمين، طب بس اخذ الجزء اليسار شوف قديش بيطلع. هسه W استفدت منها انه الفكره انه هسه لما قسمت الشكل زي هيك، نفس ما بكون ازرق، لما قسمت الشكل زي هيك هسه ارتفاع W معي وهي 1200، فهسه هذا البيم عليه لودين، شو اللودين بدهم يكونوا؟ طبعا انا هون زي كاني نقلتهم لهون، فانا بعد ما قطعتهم وجدت الارتفاع بدي اركز، جيت بدي اركزهم، راح تقول لي في عندي مستطيل ارتفاعه W، مستطيل هيو ارتفاعه W، W بايش؟ ب1.5، W ب1.5 كم؟ كم ال W؟ 600، 600 ب1.5 كم؟ 750، 600، 900، ف 900 في عندي 900 على اي مسافة؟ على مسافة 75%، هاي 900. طبعا ركز، انا قطعت بعدين ركزت، قطعت بعدين ركزت،
ما ركزت بعد انقطعت، والدليل انه انا وجدت الدبليو والسي فاي وبعد ما وجدتهم انا حطيتهم، يعني مش انا ما ارسم. اما انا لو قطعت 900 وكذا بتغلب بتطلع غلط. هسه الارتفاع الثاني كم؟ 1200. هسه هاي المسافه كم؟ بدها تكون 1200 ناقص دبليو كم؟ دبليو 600. ف1200 ناقص دبليو 600. شوف هاي 600، 600 في 1.5 في هاي، نفس هاي بيطلع 450. 600 بيطلع معي 450 على مسافة الثلث برضه 450 هون. على مسافة واحد، تمام، على مسافة واحد، مسافة نص، مسافة نص. فهسه انا بكون موجود الرياكشن من قبل، الرياكشن كم بده يكون؟ نص في 1200 في 3، نص في 1200 في 3 بيطلع معي 1800. فالرياكشن واي 1800، اي واي 1800. فالفي كم بيساوي؟ 900 ناقص 450 زائد 1800، هي 1800 ناقص 450 ناقص 900 ناقص في يساوي 0. إذا في تساوي 450. الشير كم طلع معي هون؟ 450. الشير كم طلع معي هون؟ 450. حلي صح. وبالنسبة للمومنت نفس الشيء، بطلع رياكشن مومنت، رياكشن مومنت بيطلع برضه 1800 وبحل. وهي أكبر دليل من اللي حليناه قبل شوي. لما قطعت عند سي لاحظ إنه الارتفاع مش معي. فشو بدي أعمل؟ بدي أعمل جاب مثلثات، عمل جاب مثلثات هيو. طلع معي كم؟ 600. فلما حليت الشير 425 والمومنت ساوي 225. لاحظ انه اخذ جزء اليمين، عرفنا ليش. هاي البي ما تعتمد على جزء من تشابتر 6، ما راح اشرح له انا الفيديو بعدين، ما في داعي له انه يوجد الرياكشن باستعمال تشابتر 6 واحل. واضح نفس الفكره، واضح 3 دي ما بدنا اياه. هسه هاي الشغلات المفروض نتعلمها بتشابتر 6، تمام. شغله الانترنال هنج هذا انا ان شاء الله راح اعمل لكم فيديو، وهذا نفس الشيء انا ان شاء الله راح اعمل لكم فيديو اني اشرح الشغلات اللي فيها هاي الفصليه، تمام. مشروحها بفيديوهات قديمه بس لان بحب الجديد بنشرحها ونعرف كيف نتعامل معها سوا. هذا هيك اول سكشن 7 سهل، يعني احنا هسه سكشن 2 عمل له فيديو من زمان على ماده ثانيه انا راح اشرحها، راح ظل علينا احنا ظل علينا جزء واحد من الماده، تمام. جزء واحد من الماده بحاول اخلصه اليوم. طيب الكتاب لو بدنا نمر على امثله سريعه، طلب مني هون اوجد النورمال شير فورس عند بوينت سي، هاي سي، اوجد الرياكشن، باخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. لاحظ شو بده يكون عندي؟ شير نورمال مومنت، عندي هنا الرياكشن، عندي هنا ايش؟ ال 10 سيجما اف، سيجما اف اكس، سيجما مومنت. وبالنسبه ليسار التجربه نفس الشيء. هذا السؤال، اوجد النورمال شير عند سي، عند سي اوجد الرياكشن، باخذ الجزء اليمين اسهل. ليش؟ انا بس عليه لود مستطيل فبغل. قبل شو شرحت لكم مثال زي هيك. طيب هذا المثال لاحظ انه اوجد وجد طلب عند سي، طلب عند سي بدي اضطر اوجد رياكشن. اما لو طلب مني هون ما في داعي اوجد رياكشن، باخذ الجزء اليسار مباشره. طيب هذا اوجد عند سي، في عندي مثلثين، في عندي مثلثين، فايش بعمل انا؟ بقطع عند السي، بقطع عند السي باخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار. فانا لو اخذت الجزء اليسار راح تقول لي في عليه هيك. هسه لاحظ انه ما في داعي اعمل شبه مثلثات لانه السي هي عند اعلى نقطه، فانه خلص زي هيك. فارتفاعها هي 9، مسافتها 3. شوف عندي هون شير مومنت، تمام، شير مومنت ونورمال طبعا، ورياكشن حلو، اوجد الرياكشن وحلو. هذا السؤال نفس الشيء، هذا السؤال طلب اوجد النورمال فورس عند السي، اسيوم اي بن وبي رولر، يعني هاي بن وهاي رولر. طيب طلبها وين؟ طلبها عند السي، عند السي هاي السي. فانا فعليا يا اسهل تاخذ جزء اليمين وجزء اليسار، بالنسبه لي بقول خذ الجزء اليمين لانه الوضع مستطيل هون، احسن ما اعمل نص بقاعده بالارتفاع. لا خلص باخذ الجزء اليمين، عليه الوضع مستطيل مقداره 6، مسافته 3، بطلع الرياكشن هون، عندي شير
عندي مومات، عندي مومات. تمام. طيب نجي نشوف في أمثلة ثانية بروبلم. طيب هون نفس الشيء سهل، هون نفس الشيء. هون شو حكى لي مثلا؟ حكى لي أوجد من الانترنال فورس والشير فورس عند البوينت سي والبوينت دي. أسيوم سبورت بي إز رولر، قال لي بي رولر. هسا شو قال لي؟ قال لي بوينت سي جاست لوكيتد تو ذا رايت اوف ذا لود 8 كيبس. النقطة سي موجودة على يمين اللود 8، يعني أنا السي عندي هون، السي موجودة على يمين اللود 8، فأنا لما بدي أقطع زي هيك إذا أخذت الجزء اليسار الثمانية موجودة، وإذا أخذت الجزء اليمين الثمانية مش موجودة. فهمتوا شو يعني قصة البوينت سي وين موقعها؟ لأنه عند اللود نفسه في عندي مشكلة، هي أحط اللود هون ولا هون؟ فهو لا، قال لك خلاص عند السي خذ. هو حكى لك إنه السي هي على راية الثمانية، السي على راية الثمانية يعني يمين الثمانية، فأنا ما بقطع، أنا بقطع زي هيك، باخذ يا اليسار يا اليمين. طيب على أمثلة مش حاجتها إحنا عادي. هنا أوجد نورمال شير الفورس عند النقطة سي. طبعا هذا شو مشكلته؟ مشكلته أنا أوجد الرياكشن بكل بساطة. عندي هنا بين هنا رياكشن زي هيك، وعندي هنا كيبل. طبعا أنا هاي ولكنها موجودة، خلص كيبل زي هيك. فأخذ المومنت عند الأي بطلع الهاث، خذ سيجما اف واي بطلع هاث، سيجما اف اكس بطلع هاث. فهنا بصير عندي في عندي نورمال فورس، في عندي شير فورس، وعندي مومنت فورس. قال لي determine the distance A as a fraction of the beam of length L for the locating roller support so the moment عند B يساوي 0. يعني قال لي إذا المومنت عند B يساوي 0، يعني المومنت عند B يساوي 0، أوجد لي مسافة A. السؤال كثير صعب. لا مش صعب، خذ النقطة B، خذ يمينها أو يسارها. تمام. على فرض أخذ يسارها، في عندي reaction، عندي هون نقطة بي، اللود بي مش بحاجة، لأن أنا بدي أشتغل على مومنت، بدي أشتغل على مومنت، فهون عندي المومنت. هو قال لي إنه هذا المومنت يساوي زيرو، فأنا يعني زي كان بحكي سي واي ضرب المسافة هاي، ضرب المسافة هاي وسميتها إكس يساوي زيرو. تمام. فشو بطلع عندي؟ هسا x بتكون عبارة عن ايش؟ بتكون مثلا L ناقص A كذا، فبكون في عندي اشي ناقص اشي، فبعدين ايش؟ بطلع قيمتين، أو باخذ الجزء اليمين والجزء اليسار بحل طبيعي. طيب هون في لود مايل، ليش لود مايل؟ مشان يطلع عندي رياكشن زي هيك، ولما بدي اوجد زي هيك يكون عندي نورمال فورس، يكون نورمال فورس نيجاتيف يعني كومبريشن. طيب ننتبه على شغلة، انه هذا الاشي شبه منحرف، فانا لما بدي اقطعه أيوة طلب مني أقطع وين؟ عند السي، طلب مني أقطع عند السي. لاحظ أنه هذا بدي أقسمه، أكون مقسمه أنا المثلث المستطيل، أعرف كم ارتفاع المثلث هون، نعمل شبه مثلثات بين هذا الارتفاع والارتفاع هذا اللي هو مسافته من هاي الجهة بتكون 3. تمام. نعرف نعمل إيش؟ شبه مثلثات. هاي شغلات أنتم مرسوها، شوفوا حلها، وإذا احتجتوا شي خبروني. يعني هذا على شكل أوضح، هذا لو أنا مسكت زي هيك، هيك شكل البيم، طلب عندي عند السي، فأنا لما أقطع زي هيك بدي أوجد الارتفاع هذا، كيف تعمل؟ بدي أقول W على 400 يساوي 3 على كم؟ على 6. تمام؟ بس هسه عندي هنا internal hinge فواصل، فبدي اضطر اني احله على شابتر 6 بعدين اكمل internal force، يعني بدي استعمل شابتر 6 عشان اوجد الرياكشن. طيب هسا حكى لي اوجد internal force والشير force والمومنت عند النقطة C وعند النقطة D. طيب في شغلة انا ما شرحتها، اللي هي اذا كان عندي مايل. هسا لو كان عندي مايل، احنا تعلمنا بشابتر 4 لما يكون عندي اشي مايل بعتبر المحور هو المايل، يعني هذا محور X والعمود عليه Y. فلو أنا عندي فورس زي هيك، لو عندي فورس زي هيك مثلا، تمام، فلما بدي أوجد المومنت عند الإيه بأخذ هاي المسافة، يعني بأخذ دائما مسافة المحور. ونفس الإشي عند الانترنال فورس، لما أنا أقطع عند السي، لما أقطع عند السي كيف شكل البيم عندي؟ عندي شكل البيم زي هيك، عندي هنا رياكشن
واي اي اكس عادي بحطهم زي ما هم. وفي عندي هون ايش؟ عندي شير. شوف الشير دائما عمودي عن نورمال، يعني النورمال دائما طالع من الجسم، الجسم زي هيك صح؟ فالنورمال ماله هذا النورمال، والمومنت عادي طبيعي زي هيك. فهسه شو بصفي علي؟ لو جت سيجما اف واي تساوي زيرو، بس سيجما اف واي يكون هذا هو محور واي، فبدي اقول انا عندي سالب في، بعدين ايش؟ بدي امسك هاي احللها، بدي امسك هاي واحللها، بتكون هاي لفوق. يعني الفكره لما يكون عندي مايل، لما يكون عندي مايل شو بعمل انا؟ هيك بيكون عندي عباره عن الانترنال فورس، بس هسه الرياكشن هذا هيك وهذا الرياكشن هيك، فانا لما بدي اوجد، بدي اوجد المحاور زي هيك طلع، فانا معي هاي الزاويه مثلا، هاي الزاويه معي، فهي بحللها هون، وانا عندي المحور العمودي عليه زي هيك، فانا بوجد هاي وهاي الثيتا معي متممه هاي، فانا لو طلعت هاي اللي هي 45 فهي انا بتكون معي فورس زي هيك، وهاي معي فورس زي هيك، وبتكون معي كونها هاي هيك بتكون فورس معي زي هيك. فانا هاي اي واي، يعني هاي اي واي كوساين الزاويه مثلا، هاي اي اكس ساين الزاويه، فبو هاي الشير، فبطرح كل الاشياء اللي على نفس الاتجاه. حاولوا حلوها واحكوا لي بدكم بعملكم في، ترى موجود، موجود بمراجعات قديمه، موجود بمراجعات قديمه. هسه هسه بقول لكم شو الفيديو شوي بس. مشروعها بهذا الفيديو هيو اسمه مراجعه 2 بقائمه ستاتيك مراجعات، بتلاقوها مراجعه 2، انا شارح نورمال فورس انترنال فورس لاكثر من شغله، ولشغلات متوسعه بخصوص انه لو اخذها دكاتره ثانيين، فانتوا اذا اخذها دكاتره ثانيين انتوا لما تدرسوا بتمشوا بالفيديوهات اللي مكتوب عليهم 2020، بس توصلوا لتشابتر 7 وتخلصوه ايش بترجعوا لهذا الفيديو. تمام تمام نرجع للكتاب. شو ضل فيه بروبلم معينه تقريبا، ما ضل 3D مش داخل. هسه المومنت والشير اكويشن مشروع، مشروع تمام. فبضل عندي ايش؟ المومنت والشير دايجرام. يعطيكم العافيه، راح نشرح لكم اقرب وقت ان شاء الله.